الكلام في الزهر، ذكرنا من قبل زيت النعناع، زيت الخردل، زيت الجنزبيل، زيت الكافور، وزيت الثوم، وممكن أن يضاف إليه زيت الزيتون إن أحببنا بكميات متساوية. ثم يستخدم تدليك لمناطق الألم، الظهر أو المفاصل، الركبتين، أي منطقة من العظام، مع الكمادات الساخنة قبل التدليك بهذه الزيوت علشان ننشط الدورة الدموية في هذا المكان، وبالتالي هنجد نتيجة طيبة جدا بمشيئة الرحمن. بيسأل